الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الشخص يسأل، يقرأ سورة البقرة، سورة ياسين، يبدأ يهاجمونه الشياطين من كل مكان في المنزل، تهريس الأواني والمشاكل، ويعني شيء يعني يقومون بتخريب المنزل كما نقول. أول شيء، ليست سورة ياسين الذي تفعل هذه الأشياء، وهي سورة البقرة. هذا ليس شياطين يا أخي أو أختي، لا أعلم من تكلم. هذا ليس شياطين. إذا قلنا شياطين فنحن سنكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كاذب، تخيلت؟ إذا قلنا أن الشياطين هجموك لما قرأت سورة البقرة في المنزل، والرسول يقول إذا قرأت سورة البقرة في المنزل يفر الشياطين، ما سنصدق أنت أو نصدق الرسول؟ سنصدق الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الشياطين تفر من المنزل بسورة البقرة، وأنت تقول لنا أن الشياطين هاجمتك في المنزل، يعني العكس، الشياطين هاجمتك في المنزل وأصبح كل شيء يتكسر في المنزل، يتكسر تكسر الأواني. هل حقيقة الذي يهاجمك في المنزل ليس شيطان، جن، وهذا الجن عنده عهود في منزلك، عهود يعني عهود موثوقة لا يستطيع الخروج، وأنت تقوم بطرده بسورة البقرة سورة ياسين. لو كانت الشياطين فلن تستطيع الدخول إلى المنزل، فهذه جن والله أعلم، هذه جن عندها عهود في منزلك، إما عهود السحر، السحر على منزلك، وسحر قديم، وهم يسكنون في ذلك المنزل من قبل أن تولد أنت. ما دام أنهم يكسرون الأواني فهم أقدم منك في ذلك المنزل، يعني ربما تجد أنه 100 عام، 150 عام هم يسكنون في ذلك المنزل، وأنت لن تستطيع إخراجهم، فهم يعني عندهم عهود في ذلك المنزل، يحسبون أو في عقولهم هم أنهم أصحاب المنزل، ليس أنت. أنت يجب الذي يجب عليك أن تخرج، هذا في عقولهم، هذا جين، هذا الجين. إما هذه حالة نادرة، ماشي نقول لك أنا مش قادر تقبض الفاس وتبدا تحفر في دارك، ربما يكون عندك كنز، يعني ذهب، يحرسون ذهب، وهذه حالة نادرة، لا أقول لك هذا، ولا ربما، ولا أغلب يكون سحر، ويكونون يعني قبل أنت أن تولد، يعني هم قدماء في ذلك المنزل، وهم من أهل الجن، وأغلب يكون جن كافر، لهذا لا يحبون سورة البقرة، جن كافر، جن كافر، ليس شياطين، جن كافر، فهم يقوم بتكسير والجن يستطيع أن يلمس الأشياء. قال عفريت من الجن، وهذا عفريت من الجن، ربما يكون عندك عفريت من الجن، نوع الجن الذي هو عندكم عفريت. قال عفريت من الجن، يعني عفريت من الجن يستطيع حمل ولمس الأشياء بالدليل القرآني. وحتى الشيطان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تسيف وركب فوق الخيل وحارب مع الكفار، ولكن نحن نعرف، نهضر على الجن الذي مذكور هو مع سليمان عليه السلام، الجن يستطيع الحمل واللمس، هو عفريت من الجن، وهذا أغلب يكون عفريت من الجن، يعني عائلة، عندك عائلة وعندك جن من نوع عفريت. المشكل ليس في سورة البقرة وسورة ياسين، المشكل فيك أنت وفي عائلتك وفي الأشخاص الذين يسكنون في هذا المنزل. أنتم تقرأون القرآن بدون تحصين، ربما ليس عندكم مستوى من الذكر، ربما أنت تقرأ، أنا لا أعرف، يجب أن نعرف كيف من أنتم، لا أستطيع أن أفسر لك حالتك. مثلا سأقول لك أنت تقرأ القرآن، ولكن هناك شخص في المنزل لا يقرأ، لا يذكر، يطلق الموسيقى في بيت، فهو يقويهم، فهو يساعد على استرجاعهم. ربما شخص يدخل الحرام، يفعل الحرام، وأنت لا تعلم، من أفراد العائلة، نطلب الله العفو والعافية، فلا نستطيع احنا نفسر حالتك،
فقط سأقول لك أن ربما الله أعلم عفاريت من الجن كافرين ويسكنون في المنزل قبلك أنت، وعندهم عهود، يعني عندهم وثائق، وثائق لأنهم موجود في المنزل، عهد، إما عهد على السحر يخدمونه، أو كنز أو ذهب، أو يسكنون في المنزل بسنين قبلك أنت. عفاريت من الجن والله أعلم. يوميا في هذه الحال ماذا ستفعل؟ تقرأ القرآن يا أخي يا أختي، كله 4 أحزاب من القرآن يوميا فقط، يعني ستقرأ مثلا سورة البقرة 2 أو 3 مرات في الشهر، سورة النحل مرة ومرتين في الشهر، يعني دائما تختم القرآن، اختم القرآن 2 مرات في الشهر أو 3 مرات، يعني كل يوم اقرأ 4 أحزاب أو 5 أحزاب متفرقة في اليوم، ودائما ستكون تقرأ سورة البقرة، يعني دائما 2 مرات في 3 مرات في الشهر، 4 مرات، حتى 2 مرات في الشهر كافية، وكذلك كل الصور تفوت تمر عليهم 2 3 مرات. هذا ما سأقول لك. لا تدخل ب تدخل ب لا تدخل بالمواجهة معهم، لأن عفريت من الجن يستطيع اللمس، ويستطيع اللمس وتحريك الشيء، يعني ممكن أن يصيبك بالضرر إذا لم تكن متحصن. يهاجمك في الشارع، حتى أنت تكون غافل، أو يهاجم عائلتك في الشارع في شيء ما ويصيبكم بالأذى، لأن عفريت من الجن يستطيع اللمس وتحريك الشيء. نحن نعرف أن الله لا يصيبنا إلا ما كتبه الله، نعرف هذا ونعرف كل شيء، ولكن الإنسان يكون دائما الوقاية والحذر، لأنهم هم يرونك وأنت لا تراهم، أنت تحارب شيء خفي، فلهذا لا تدخل بمواجهة معهم ما دام أنت لا أستطيع تشخيص حالتك. ليس عندك أسلحة قوية، أنت ليس عندك أسلحة قوية، ما دام أنك تقول أنك تقرأ سورة البقرة سورة ياسين، فأنت هذا يظهر بمستواك أن ليس عندك أسلحة قوية، أو معك أشخاص في المنزل يقومون بأخطاء، فهذا فأدعوك لا تواجه العفاريت من الجن، فقط تقرأ القرآن كل يوم تقرأ 4 أحزاب، تذكر الله عادي عادي، يعني لا تواجههم، سأواجههم بسورة البقرة يوم، هذا ربما ستصب الزيت على النار. نصيحة إليك، أنا لا أظهر لك الضعف، لو كنت في مكانك، عندي أسلحة سأواجههم بها وأخرجهم، ولكن أنت بعيد ولا أعرفك ولا أعرف مستواك ولا أعرف كيف أنتم تعيشون، فمن أحسن اقرأ 4 أحزاب من القرآن، واذكر الله عادي، واستقم عادي، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فقط هذا ما تفعل. هذا كل شيء، أتمنى لكم خير، وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله
Thank you.